نطلع يومية شغلة 1500، نشتغل بالمكبة هاي، نجي من حمار لي جاي تا نشتغل أنا وولادي، وحالتنا ضعيفة والله وما عدنا شيء، نشتغل بهالوصخ كل النهار، ما نروح نجي من الستة ما نروح لساعة ثنتين، والحالة والله ضعيف، معاي ولدي اثنيناتهم، ويا أن نشتغل بيهن نهارا نشتغل ناكل، نهارا ما نشتغل والله ما بيش، يعني شغلة 1500 2000 نوبات زاد ما بي كل شيء، نوبات ما تكبي وما بي، هشوفت عينك يعني ما نجي إلا هذا ها الموجود، نجي مشي والله العظيم وأشيل ليلوناتي على ظهري، المسافة شي شغلة كيلو 10 كيلومتر، يعني من هناك لهين أجي مشي وأشيلهن على ظهري، ما أخلي إن شاني لقيت ليلون لقيت تكرة من طريح ذا خشبة كل شيء أشيله على ظهري، وهذاك تشيز قدامكم، ونهارا نشتغلهن نبيعهن ناكل بهن، نهارا ما نلقى ما نلقى ما بيش، نوبات ما تكبي كل شيء، الحمد لله هذا الموجود يعني. حمار الكسر نجي عجحاش من الساعة 6 للساعة 2، ما نطلع يعني بال 1500 بال 2000 هذا ما نطلع، نبيع احنا بأسبوع يعني جوز الوحدة تتناوش 10,000، واحنا صايمين جاعد يعني نجي مسافة حيل بعيدة، نهار تكبي ترى نهار ما تكبي، إذا ما تكبي يعني ما بي أي شيء لي. يعني روح بلاش فاضي، اللي من حارس ليلون طاقة هنلقاه، والحالة ما عدنا شيء يعني خالص، يعني يجوز لا حد يشتغل عندنا ولا كلها يعني ما بي، لا عندنا مثل غنم لا عندنا شيء، لو ما هالهنا ينطلعوا إلا البيت يعني عنده حول 10 وادم 7 وادم يعني ما بدها عيشة هاي. نجي عجحاش نشتغل تان عايش عيلتنا، ما عدنا حدا يعيننا بالبيت، لهيك نجي عجحاش مدة 15 كيلو، نمشي من الساعة 6 نظل الساعة 2، إذا كبت نشيل، ما كبت نروح فاضين على هنة، نلم طاقة ولا لون، مثلا نبيع بالنهار 1500، إذا نجمعهن نبيع 9,000 ب10، هذا وأقل من 10 نجي من غير.